فكوني بقى فكوني. خلي بالك يا امينه احنا اخوات لازم نضرب مثال للجمهور ان امينه خليل وراس كلال ايد واحده. طبعا قوموها يا جماعه. الحمد لله على السلامه. تعالي يا امينه تعالي يا غاليه بالراحه يا حبيبتي بالراحه. نهار اسود شفت رامز نجم اليوتيوب كفر اه يا زبالة دوت شاي وجبل عمو زبالة رامز جلال. عارفة ليه؟ عشان نيتك وانت جاي عليها فيها انتقام. ده انا هخرب بيتك. لا لا اعوذ بالله مش كده. شقي يا بنت شقي 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 لله على السلامة يا قمر يا قمر. خبر ابيض قمر يا جماعة قمر. بص يا جماعة نص اخضر ونص بينك وفي ازرق ورا في حاجات لطيفه. خلاص. ايدك يا غاليه بالشكمجيه اللي انت لابساها دي. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي يا روح قلبي 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 وعمري والله العظيم قلبي وعمري. هتزحلق المشكله ان انا المشكله ان انا هتزحلق فمش هعرف اشوطك عدل. انا لسه عامله يا خبر قلت لك في ضربوه الله يخرب بيتك هو ايه ده. قلت لك بلاش اموت من المصعب اموت من المصعب رامز جلال نجم اليوتيوب. ايوه يا نهار اسود ده بجد. بس خلاص بس 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 خلاص 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 انا مش عارفه بس بس انت فعلا عملت كده رامز جلال بس 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 خلاص رامز جلال نجم. رامز جلال جبت على دماغك. بص انت بهدلتني انت بقى انت كل اللي انا ببنيه انت هديته. لا قمر مصحف قمر وحياه النعمه هتشكريني هو ده الهدف. الهدف ان انا عايز اهدك حرام عليك. صفقه جامده يا جماعه.